بعدين طفش، فهو عايز يشتغل اي حاجه، فما فيش قدامه حاجه. غير اسمه وغير ربه دقنه وعمل سمى نفسه محمد نور الدين، وعايز يشتغل فمش لاقي حاجه يشتغلها. مفيش حاجه بتسال على البطاقه، مش هو انا الوحيد اللي ما بتسالش على البطاقه ولا حاجه، اللي هي العتال. فراح موقف الازهر اللي هو الكبير بتاع العربات النقل، وعشان يشتغل عتال. فكان في عربيه محمله اسمنت جايه بشبيش تنزل اسمنت عشان يعملوا الجامعات الزراعيه هناك، فهو خدوه من ضمن ال خدوه التبعي. تباع، خدوه هو التباع واحد بس، هو تباع واحد على العربيه، وكان معاه السواق كان اسمه حسن شاه. السواق كان اسمه حسن شاه، السواق ده سواق على العربيه مش عربيته، وهو التباع بتاعه. وبعدين هم الدنيا كانت بتشتي وكان الجو وحش، فوقفوا كذا مره في الطريق وحطوا بلاستيك، كيس بلاستيك على الاسمنت وبتاع، وقفوا تحت كوبري طنطا كذا مره. المهم اتاخرهم على ما وصلوا المحله، جدروا العصر، اتغدوا كرشه ومش شلاتيت في مصمت النور اللي عند كان عند زخانه سرور. وبعدها عايزين يروحوا بشبيش مش عارفين السكه انهم من مصر، فقالوا لهم على طريق ضمرو، فجم على طريق ضمرو. وهم بعد ما وصلوا ضمرو كان المغرب اذن او بعد المغرب، فالحاج كان طالع يسال على حاله الطريق اذا كانت تسمح بان هم، الحاج كان عنده عربيه نقل في الوقت ده، فعايز يسمع يسال على حاله الطريق اذا كانت تسمح ان هم يسافروا ولا ما يسبحوا، ما ينفعش. فلقوا قالوا في عربيه نقل جايه هيسالها، فوقفهم وسالهم. فهم قالوا له البلد اسمها ايه؟ قال لهم ضمرو. قالوا له طب احنا عايزين نروح بشبيش، قال لهم ما ينفعش والطريق وحش والجو خلاص ليل ويعني ما فيش اي يصعب الوصول، لا يصلح ابدا ان انتوا تمشوا، انكم ممكن تقعوا وتتعوروا وتموتوا والاسمنت يقع منكم في الترعه وكل حاجه. فالمهم في المصرف، فالمهم ايه، الحاج قال لهم لا لازم تيجوا تبيتوا الليله والصبح النهار له عينيه. وخدهم وودهم العربيه عند العمده وحط عليها حرس الغفير، وخدهم البيت وعشاهم وقعد حتى السادات تعب. لما تعب السادات حاول يعرض عليه ان هو يديه للدكتور ولا بتاع، رفض طبعا. محدش عارف ان هو السادات ولا حد يعرف ان هو بيرفض له على اي حاجه. والمهم قعد ربنا سهل لحد ما قام الصبح، حاول جاب له علاج بقى للناس المعويه اللي كانت عنده، مش علاج، هو اداه عمل له قهوه بن، عمل له بن عشان يمسك بطنه، ده بن يمسك بطنه. وبعدين المهم ان هو جه الصبح عايزين يمشوا، قال لهم لا ما تمشوش، ما ينفعش تمشوا دلوقتي عشان خاطر لسه الطريق في الشتاء، كان في شتاء بالليل والطريق لسه مزحلق. فقام جاي ايه اخره، طب يا حاج، قال لهم استنوا، قعد ياخر فيهم لحد بعد الظهر. وبعدين خدهم بعد الظهر وسدهم لحد المفارق، مفارق ضمرو، وقال لهم تمشوا كده على طول تروح على سنابير، على سنابير ومسنابير على ضمرو، المهم على بشبيش. فقال لهم هتروحوا بشبيش يعني ما فيش مشكله، بقى كده تمشي على طول وخلاص، كل سنه الف سلامه يا حاج، الف سلامه. هم لما وصلوا هناك الموضوع، الحته اللي في الموضوع مهمه او اللي الحاج خدم فيها، ان هم لما راحوا هناك الناس قابلوهم هناك قال لهم انتوا كنتوا فين؟ ده الانجليز هنا من امبارح بالعربيات وبالمدافع زي ما يكونوا داخلين حرب.